السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمشاهدي الكرام في قناة دالو على الخير كفاعله. نسأل الله عز وجل أن تكونوا بصحة وعافية. مرحبا بكم مجددا في هذا البث على قناة دالو على الخير كفاعله. نعم، موضوع الفيديو هو محاكي الشاحنات الأمريكية إصدار واحد تصل 35، لعبة خرافية وجميلة جدا. نعم، ندخل مباشرة إلى اللعبة ونلعب هذا البث إن شاء الله. فابقوا معنا ولا تنسوا البث باللايك، اكثروا من اللايكات والتعليق وجزاكم الله كل خير. نعم، نلتقي داخل اللعبة مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا اللعبة ستفتح بشكل صحيح، الطريقة الصحيحة إن شاء الله. نعم، نعم، هذا هو البروفيل الذي سنعمل عليه إن شاء الله. نعم، نضغط ضغطتين وننتظر. نعم، هذا هو البروفيل. نعم، سندخل مباشرة. Yeah.
نعم هنا سنختار مباشرة حمولة جديدة إن شاء الله. سنختار هذه الحمولة. نعم فعلنا هذا الخيار. نعم الآن سندخل حمولة إلى مكان ما من إحدى الشركات وسنتجه في الوجهة مباشرة إلى سنتكلف بمهمة وصول الحمولة إلى الشركة المعلومة. هذه هي المهمة في هذه المرحلة. نعم هذه الشاحنة سنعدل قليلا داخل الشاحنة لكي تتضح واجهة الشاحنة من داخل. منتظر. نعم هنا سنغير قليلا داخل مقطوع داخل الشاحنة. سنظهر المرايا مرايات الأطراف كما هكذا مرايات أطراف الشاحنة. نعم بهذا الشكل هكذا. وسنرفع قليلا من الديركسيو هكذا دائرة الديركسيو بهذا الشكل. نعم ولا ظل له
نال الشمس من والبدور ولم يكن الهدى لولا بورا. نسعى نرفع من قليلا دائرة الديريكسيو إلى الأعلى بهذا الشكل هكذا، وأيضا هنا سنديرها إلى الأمام أو الخلف بهذا الشكل. نعم هكذا نديرها قليلا إلى الخلف، لا بأس هكذا. وجهة الشاحنة، نفعل المرآة الجهة اليمين في الشاحنة، وأيضا نعم سنخرج خارج الشاحنة كما تشاهدون، شاحنة خرافية وجميلة جدا. نعم سنشاهد نخرج خلف، نعم سنخرج خارج الشاحنة بهذا الشكل، سنشاهد الشاحنة عن قرب وعن بعد أيضا بالكاميرا المتنقلة. شاهد وضع الحمولة، سننزل قليلا إلى الشاحنة، شاهد وضع الشاحنة. اثنان مقطورات كما تشاهدون. نحن الآن لازلنا في الشركة الخاصة بهذا الشاحنة. نعم هكذا نشغل المحرك. أيضا الإضاءة، سنرجع داخل المقطورة. نعم نعم سننطلق على بركة الله. أجيب الحذاري هنا في الخروج من الشركة لكي لا نصطدم مع
تمس الأيدي وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد الشيء اللي تغير الاتجاه قليلا السرعة وسع نغير الاتجاه إلى اليمين هكذا نفعل مغير اتجاه الى اليسار نعم نعم سنتمم اليسار ولا ظل له بل كان نور
بسرعة قليلا وننتظر، حيث أن حافلة في الأمام متوقفة. نعم، سندخل مباشرة إلى الطريق، لكن وقعت حادثة مع هاد الحافلة، سنرجع إلى الخلف قليلا. الحافلة تنتظر أسبقيات في الطريق. نعم هكذا، لكن نحن لن ننتظر، حيث أن الطريق لا زالت بعيدة. سنتجاوز الحافلة عن جهة اليمين.
شفاك الورد ينادي وعطرها يبقى إذا مس الأيادي وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد نعم، طريق كبيرة جدا، وهذه الشركة التي سنذهب إليها في هذه المهمة بعيدة، لذلك لن نستطيع الوصول في وقت قصير، إنما الوصول يحتاج إلى وقت كبير، لذلك سنختصر قليلا بالكاميرا المتنقلة، لذلك سنخفض سرعة الشاحنة هنا ونفعل الكاميرا المتنقلة، نفعل السريع مباشرة حيث أن السريع يختصر الوقت. نعم، سنخفض سرعة الشاحنة هنا ونفعل السريع مباشرة للوصول إلى الشركة المعلومة. نعم، نخفض السرعة جيدا هنا، لقد انخفضت السرعة إلى 10 كيلومتر في الساعة. نعم، سنشاهد هنا، سنقف هنا مباشرة ونخرج من الشاحنة هكذا. نعم، هكذا، وسنخرج من الشاحنة بهذا الشكل هكذا. نعم، ونفعل السريع للوصول إلى المكان. نعم، هذه هي الشاحنة، سنتركها هنا. نعم، وإن شاء الله ونتمم هذا الطريق مباشرة بالكاميرا المتنقلة. سنلغي هذه المرآة وأيضا الجي بي إس هكذا، وإن شاء الله سنختصر الطريق